نحن في هذا العصر وللأسف قد ألغينا هذه الفائدة من حيث نشعر أو من حيث لا نشعر، وهو أن الإنسان إذا ذكر اسمه وذكر اسم أبيه وذكر اسم جده يأتي بكلمة ابن، وهذا مما يميز أهل الإسلام. ففرق بين وبين الإفرنج، فإنهم يأتون بأسمائهم متتابعة دون أن يفصلوا بينها بكلمة ابن، وذلك لأن وجودهم في الغالب يكون من سفاح ليس من نكاح. أما نحن المسلمين فلننسب أنفسنا إلى أبائنا وإلى أجدادنا بكلمة ابن فلان ابن فلان ابن فلان وهلم جرا، فهذا مما يميزنا. ولذا لو تأملتم ما في الأحاديث من ذكر أسماء أو ما في السير تجد أنها تذكر كلمة ابن. وهنا فائدة تتعلق بالإملاء، وهي أن كلمة ابن إذا جاءت بين علمين فإن الألف تحذف فلا توضع ألف بينهما.